أين نحكمكم على الجامع الجديد؟ هذا الجامع تبنى في 1660 على يد المهندس المسلم الحاج حبيب، وهذا على حسب الكتيبة اللي فوق المحراب. ستيل تاعه بيزنطي كما بعض المساجد في إسطنبول، ولكن فيه لمسات مغاسك كما ديور تاع القصبة. المنبر اللي راهو فيه دوكا مخدوم بالرخام إيطالي، جابوه من مسجد السيدة اللي جزء منه دوكا راهو غوين في صحة شهادة. الصمعة تاعو مربعة تشبه الصمعة تاع المساجد اللي تبنى قبل العثمانيين كما جامع سيدي رمضان، والساعة اللي راهي فيه جابوها عام 1853 من قصر الجنينة مرمى ريبوه. والمسجد هذا كانوا رايحين يريبوه، ولكن سكان الجزائر ولو كوميتي دو فياي الجي ما قبلوش، وقعد لنا تحفة معمارية في صحة شهادة. خلونا رايكم في الكومنتات.